بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد. الجو كمان هيكون لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء، وفي كمان شبورة مائية الصبح ممكن تبقى كثيفة أحياناً على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس بتنضم لنا على التليفون الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بك، كلمينا أو عرفينا النهاردة حالة الطقس أخبارها إيه؟ احنا طبعا بنشهد اجواء خريفيه مستقره على كافه انحاء الجمهوريه بسبب تاثرنا بوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، هيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس وتلاشي فرص الامطار من على كافه انحاء الجمهوريه. طبعا الطقس خلال فترات النهار ومع سطوع اشعه الشمس هيكون مائل للحراره على القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، سواحلنا الشماليه حتى محافظات شمال الصعيد، حر على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده طبعا خلال فترات النهار. لكن خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس ودخول الساعات الأولى من الليل، درجات الحرارة تبدأ تنخفض بشكل ملحوظ، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر. الأجواء هتكون أجواء مائلة للبرودة على كافة أنحاء الجمهورية، الصغرى بتكون خلال ساعات الليل المتأخرة بتوصل ل 18 و 17 درجة مئوية خلال فترة الليل. بالإضافة كمان مع الاستقرار في الأحوال الجوية، بتكون الظاهرة الجوية المؤثرة هي الشبورة المائية اللي كانت كثيفة أحيانا اليوم على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، سواحلنا الشمالية، مدن القناة، شمال الصعيد. الشبورة المائية دي هتستمر معنا خلال الأيام القادمة إن شاء الله إلى يوم الأحد القادم، وبتأدي لانخفاض ملحوظ في الرؤية الأفقية. فمهم جدا قائد المركبات والمسافرين على الطرق القيادة بهدوء تام، نتبع كافة تعليمات المرور أثناء تكون الشبورة المائية اللي زي ما ذكرنا بتكون في الساعات المتأخرة من الليل وبتستمر حتى سطوع أشعة الشمس. طيب كلمينا، هل في انخفاض في درجات الحرارة في الأيام اللي جاية؟ يعني في ظواهر جوية ممكن نتعرض لها ولا الوضع مستقر على الأقل باقي الأسبوع؟ يعني ان شاء الله على مدار 72 ساعه القادمه الى يوم الاحد القادم هيبقى في استقرار في الاحوال الجويه. متوسط درجات الحراره العظمى على القاهره الكبرى ما بين 27 و 26 درجه مئويه، لكن هيكون من يوم الاثنين الجاي ان شاء الله في انخفاض طفيف في درجات الحراره فترات النهار توصل العظمى 25 درجه مئويه، وايضا فترات الليل هنحس بالانخفاض. هنبدا نتاثر بتوزيعات ضغطيه مختلفه ووجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، فهتكون التوزيع مختلفة تماما، فالاستقرار مكمل معنا إلى يوم الأحد فقط بإذن الله. نشكرك، شكرا جزيلا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي خلونا نتعرف على درجات حرارة المتوقعة النهاردة. نبدأ بمحافظة القاهرة العظمى، فيها 27 والصغرى 17، العاصمة الإدارية 27-17، اسكندرية 26-16، العالمين الجديدة 26-16، مطروح 24-15، دمياط 25-19، بورسعيد 25-20، الإسماعيلية 27-16، السويس العظمى فيها 26 والصغرى 17، العريش 26-18، كاترين 21-12، طابة 26-19، حلايب 26-21، شلاتين 29-20، شرم الشيخ 30-22، الغردقة 30-20، الفيوم العظمى فيها 27 والصغرى 17، بني سويف 27-17، الوادي الجديد 29-16، أسيوط 28-14، سوهاج 29-15، قنا 30-17، الأقصر 29-16، وأسوان العظمى فيها 29 والصغرى 17. كده خلصنا أخبارنا الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونرجع تاني لشاذلي نكمل معاه باقي الفقرات. شكرا لك.